باري ساب شغلته الأساسية في بيع الهدوم وراح يشتغل حاجة تانية ولا إيه؟ هو أنا أغيب عنك شوية أرجع ألاقي جوزك حاله تبدل بالشكل ده؟ لا استنى يا بويا خليني أوضح لك. أصل تيواري بقى عبار. بقى عبار؟ لا يعني تيواري بقى قرر يشتري عبارة، شكله تجنن. البالونة اللي بتفرقع بعد ما بتنفخها يبقى انقطعت روحها، والناس اللي نسيت أصلها البالونة أحسن منها. وحسرته وحسرته ما اسمهاش وحسرته. لا يا قصدها وحسرته فعلا. بس ما تفرحش قوي يا بهبهوتي، وعلشان شوية الشعر بتوعك دول خد ربية اهي، اشتري حاجة تنفعك، علشان الفلوس اللي بتكسبها من الكاريتة ما تكفيش حتى تاكل عيش حاف. بقى بتاع الهدوم هو اللي انا شايفه ده؟ انت لابس الهدوم دي ليه؟ وانت بقيت عضو في فرقة موسيقى؟ يا خبر لا يا بويا، ما هو ده اللي انا كنت عايزة اوضحهولك. كنت عايزة اقولك ان تيواري بقى عبار. هي تقصد تقول ان انا بقيت طيار. الله ينور عليك، بيطير طيارات فوق خالص في السماء. ودي اقل حاجة عندي. يعني انت عاوزة تقوليلي ان الشخص اللي واقف قدامي ده هو يبقى نصاب؟ لا طبعا، انا طيار مهم ومعايا شهادات بكده. طيار؟ ايوه انت. يا سلام على كدبك، ده انت شبه المهرجين. هو بيتكلم صح يا بويا، هو بيطير طيارات دلوقتي. بتقولي ايه بس يا انجوري؟ ده بياع الهدوم اللي قدامك ده ما يعرفش يسوق كاريتا، تقولي لي انه بقى طيار؟ لعلمك اللي بيطيروا طيارات ما بيركبوش كاريتات، واللي بيركبوا كاريتات عمرهم ما بيطيروا طيارات. ايوه بس حته بيع الهدوم ده. ايه يا بويا ما تقولش كده، انت ياما اتريقت عليا عشان جوزي بيشتغل في محل هدوم، وكنت بتقولي انها شغلانه مش كويسه. شوف بقى دلوقتي هو بيطير طيارات، انت ليه مش مصدقه وبتقول كده؟ بتتكلموا جد؟ بجد بيطير طيارات؟ كابتن انا بعتذر لك عن تريقتي عليك، انا كل فخر وعزة ان جوز بنتي بقى طيار. انت خلتني بعد ما كنت ماشي على الارض بقيت طاير في السماء لفوق لفوق لفوق. عمي ما تطيرش فوق قوي والا هتقع على الارض. حضرتك دفعت للراجل اللي جنبك؟ لا لسه ما دفعتش. طب ادفع له ومشيه. اتفضل. ادي 50 روبية وامشي. يلا يلا امشي من هنا. يلا يلا يلا. انت صحيح بتطير بس هتقع قريب قوي، ولما تقع هتعيط زي العيال الصغيرة، هتحتاج صندوق مليان مناديل تنشف به دموعك. اشتريه وخلي الباقي علشانك. امسك. انا ماشي.